ومرحبا بكم أعزائي عزيزتي مشاهدي قناة فؤاديو، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء الفتاك اللي كل يوم كيقتل واحد من أعز الناس علينا. خاص نلتزموا بالشروط الصحية والاحترازية، نديروا الكمامة ونلتزموا بالتباعد الاجتماعي ومزيد من الحذر. الله يخليكم. نرجعوا لموضوعنا، إذا كنتو جداد معنا ما تنساوش تضغطوا زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وإذا كنتي من متابعي قناتي كنجدد الشكر الكثير لكم كاملين على وفائكم وتشجيعكم ليا. موضوع الفيديو اليوم هو الجزء الثاني من الشرح ديال تطبيق يو سي تيغبو. اللي ما شاهدش معنا الفيديو ديال الشرح الأول يهبط لصندوق الوصف غير قرابط الفيديو يدخل يتفرج فيه. على بركة الله نبدأ الشرح الثاني. كيف كتشوفوا هذه الواجهة ديال التطبيق، كيف عرفتوا على حسب الشرح الأول، كندخلوا التطبيق ديالنا كيف كتشوفوا. وقبل من هذا الشيء كامل كنمشيو ندخلوا الإعدادات ديال الهاتف. كيف قلت لكم كندخلوا الاعدادات ديال الهاتف وكنمشيو للخانه ديال جيستيونير دابليكاسيون وكنبحثوا على التطبيق ديالنا. ها هو كنضغطوا عليه كيف كتشوفوا في الصوره، وكنمشيو للخانه ديال سوبريمي لي دوني كنضغطوا عليها وكنديروا اوكي. هذا الشيء باش يرجع التطبيق بحال يلا تيليشارجا. نرجعوا للتطبيق ديالنا ونشاهدوا، هذا هو التطبيق ديالنا. كيف كتشوفوا التطبيق دابا بحال يلاه تيليشارجا. نغيروا الواجهه ديال التطبيق بحال هكا اولا، نخليوها على حسب كل واحد شنو باغي. من بعد كندخلوا على اليمين كنضغطوا على ثلاث شرطات باش نغيروا اللغه ديالنا. كنضغطوا في الاعلى على الاعدادات هكذا، كنمشيو نغيروا اللغه كيف قلت لكم العربيه. كيف ما شفتوا كنعاودوا نضغطوا على ثلاثة الشرطات لتحت، كنضغطوا على المتصفح الخفي باش كيرجع لنا هاد العلامة الزرقاء كيف كتشوفوا نتوما دابا. كنديروا هاد العملية هادي باش السوايع ديالنا يتقبلوا كاملين. من بعد كنضغطوا على يوتيوب، كنكتبوا اسم القناة ديالنا كنضغطوا عليها هكذا وكتطلع لنا القناة ديالنا. الكثير من الاخوان والاخوات الفيديوهات ديالهم ما جمعوهمش في قوائم تشغيل او لي بلاي ليست، ماشي مشكل، كاين الحل. الحل هو غنضغطوا على ثلاثه النقاط اللي كاينين فوق في الاعلى هكذا، وغنضغطوا على اورديناتور باش ترجع لنا الصفحه بحال الاورديناتور، صفحه الهاتف بحال الاورديناتور ديال المتصفح كيف كتشوفوا على الصوره. استناو تحمل الصفحة هكذا، الصفحة هي تحملات كيف كتشوفوا. كنضغطوا على اللوغو ديال القناة ديالنا من بعد
كنضغطو على من بعد كنضغطو على تورو غاردي. هي فوق من الفيديوهات كيف كتشوفوا. من بعد كنضغطو على اعدادات الفيديو. باش نبدلو الجودة ديال الفيديوهات باش ما يدخلش لينا الهاتف ديالنا كيف كتشوفوا. ما باش تخدم معايا هذه العملية ولكن ما علينا. من بعد كنشوف فوق ديال الفيديوهات كنضغطو على العلامة اللي بحال الشكل ديال المربع كنضغطو عليها باش كتولي زرقاء باش يوليو يتعاودو الفيديوهات من جديد يبداو يتقراو من جديد يتكمل وبدا يتعاودو وهكذا. وكان ندخلو تاني نضغطو على علامة الزائد باش نحلو متصفح تاني اخر صفحة اخرى وهكذا تنجمعو 10 صفحات او اكثر على حسب قدرة الهاتف على التشغيل باش ما يكونش اما يتبلوكا ما والو. كنحلو الصفحة الثانية وبنفس الطريقة كيف كتشوفوا. كنتسناو تيليشارجا معنا الصفحة. بعض المرات كيكون الكونيكسيون ناقصة شوية على حسب. كنضغطو كنبحثو على القناة ديالنا كيف العادة كنكتبو الاسم ديالها. ايوا هكذا كطلع لنا القناة ديالنا هكذا. كنضغطو على اللوغو ديالنا كيف العادة نعاودو نكرر العملية. كنضغطو على توغو كارد راه كاين فوق الفيديوهات هكذا. كيف قلت لكم كنضغطو على الاعدادات ديال الفيديو باش نبدلو الجودة ديال الفيديوهات كنردوها 144. كنضغطو تاني على العلامة ديال الكارو هما جوج ديال الفلاش بحال شكل كارو مربع كنضغطو عليها باش تولي زرقاء باش يتعاود يتكرر معانا الفيديوهات. وقبل ما ننسى هاد العلامة الزرقاء اللي كتشوفو هنايا العلامة الزرقاء هادي كنضغطو عليها باش الى طفات لينا شاشة الهاتف باش يبقاو الفيديوهات كاملين خدامين. وكيف كتشوفوا نتوما دابا راه الفيديوهات دابا بجوج ديال المتصفحين حليتهم دابا جوج صفحات راهم خدامين. الصفحة الاولى هي خدامة والصفحة الثانية هي خدامة تاهي. وممكن كيف قلت لكم تحلوا اكثر من 10 متصفحين متصفحات او صفحات. المهم باش تزادوا لنا السوا ديالنا ونوصلوا لتحقيق شروط اليوتيوب في اقل الوقت ممكن. هادشي كلشي اللي كاين عندنا اليوم في هذا الفيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي مزيان. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتكثروا من اللي لايك. واللي جداد معانا يديروا يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالي. كان معكم اخوكم فؤاد من قناة فؤاديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.